مش ممكن يدركم فتنة الدجال. الدجال اللي سورة الكهف أمان من فتنة الدجال. فتنة الدجال التي لن تمر على البشر فتنة كفتنته، لا، يعني منذ خلق الله البشر إلى أن يأتي يوم القيامة لن تمر على البشر فتنة في تفتنهم في دينهم وعقيدتهم كفتنة مين؟ الدجال. ما بتلاحظوا الدجال إنه يملك القوانين والأسباب؟ لما يشوفون الناس بيقول للأرض امطري تمطر وللسماء انبتي تنبت، العكس هو بكلها. طيب انت معايا ولا بعد الدجال؟ طيب يقول للسماء امطري تمطر وللأرض انبتي تنبت، لما الناس تشوف هالإنسان هذا بيملك الأمور بيملك الأسباب، ها بيملك الأسباب، يفتن فتنة هائلة. إذا أكثر شيء بيفتن الناس على فكرة الأسباب، يشوفوا القوانين، المظاهر المادية، القوة اللي بيملكها فلان وفلان وفلان والجاه والسلطان وكذا الآخري، هذه فتنة هائلة. والدجال يملك فتنة، لحظة، يملك قوة، جيوش بيكتسح العالم، بيجي من الشرق زاحف بيكتسح العالم، وبعدين بيملك القوة العلمية الكافية اللي يسخر مظاهر الكون. أسباب وانخداع الإنسان بالمحسوسات. لذلك مثلا سورة الكهف إذا حفظت، والحفظ يبدو لي مش يعني عن غيب، مش يعني عن غيب، حفظ معناها يعني وانعرف، يعني لحظة، وانحفظت في القلوب معانيها. ومن أهم معانيها لحظة قضيتين مهمات قصدت قانونين ألفت الانتباه إليهم. القانون الأول، إياك أن تعبد الأسباب وتنسى رب الأسباب اللي خلقها، تعبد القانون وتنسى اللي خلقه. انت استخدم القانون زي ما عمل مين؟ ذو القرنين. استخدم الاسباب زي ما عمل ذو القرنين، لكن ذو القرنين لم يكن لحظة واحدة بيعزو الامر لا لقوته ولا لقدراته، كل من الله. اما قارون، اما قارون انما اوتيته على علم عندي، خسفنا به وبداره الارض. شو صار يقول الناس لما شافوا القانون؟ وي وي وي. طيب اذا ذو القرنين، لاحظوا عرفنا قصة موسى عليه السلام، الحكمة ايضا. اذا الخطورة الثانية انه انت ترى امور ما تسمعوش النساء الجاهلات. النساء الجاهلات قديش دائما بيقولين ليش يا رب، ليش يا رب، طب يا رب، وطب يا رب، واحنا هيك وهم هيك. هذا شو بيعني؟ هذا شرك، لانه مش فاهمه، مش عارف الحكمه. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ يعني اذا كنت ما بتدركش مآلات الامور كيف بتصبر؟ لذلك شوفوا، شوفوا في قضيتكم اللي هي قضيه فلسطين، في قضيتكم اللي هي قضيه فلسطين، مش بيقولوا جميع الأوراق بيد أمريكا وجميع الأوراق بيد بريطانيا ولا لا لا لا. هي الأوراق بيد مين؟ هذول الصعاليك في إيدهم أوراق، الصعاليك في إيدهم أوراق. طب رب الأرباب، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير. أن القوة لله جميعا، بمعنى شو؟ كونوا متأكدين تماما كل اللي بتشوفوه من تجبر قوة انتهى الوقت. طب ننهي بس اذا هذا، كل اللي بتشوفوه من تجبر قوة ومحاولة الوقوف في وجه الإسلام ومحاولة الوقوف في وجه رحمة الله انها تصل عباد الله في اي مكان في العالم، انتم ما بتلاحظوا
انه الاسلام بيمتد مع كل هذه المحاولات وكل ما بطلع النهار راح تشوفوا الامر يختلف. طبول الحرب بدقوها، محاولة محاصرة الاسلام راح يحاولوها، لكن الشيء اللي راح يشوفوه الناس بأعينهم هو انتصار هذه الفكرة في النهاية. لذلك لا يجوز ان يحزن الانسان لحظة انه سمع في الاخبار انه امريكا بتقرر تقمع وبتآمره في المؤتمر الفلاني. انت كمسلم بتقوم بواجبك، بتاخذ بالاسباب، بعد هيك بتخاف من مين؟ وكل هؤلاء صعاليك. اما الحكومة التركية الان بقت تهدد سوريا وتهدد ايران وتعود كلها، ولما صار الزلزال جيشها ما نفع شعبها بالمرة. لذلك الان وضعهم على فكرة بيقولوا انه الزلزال اللي حصل الان في تركيا واللي ظهر في قصور الحكومة ممكن يؤدي فيما بعد الى زلزال على مستوى النظام السياسي ب45 ثانية. اذا شو معناته؟ ممكن معناته شو ممكن يحصل لقدام شوية كمان؟ فإياكم الظلم انه هالعروش زي جنة هذاك، يعني بتحسبوها الظلم انها خالدة لن تبيد هذه ابدا، يعني حسين وجماعته قاعدين ابدا والحسن وجماعته قاعدين ابدا وجماعتهم قاعدين ابدا لن تبيد ابدا. حركة واحدة بس شوفها 45 ثانية في تركيا صاروا يقولوا هذا زلزال ممكن يؤدي الى زلزال سياسي ويغير الخارطة في تركيا. عجيب مع كل المخططات. ان القوة لله جميعا، واخر دعوانا الحمد لله.